أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا نافع وأبو جعفر. الآية المولية: نزل به الروح الأمين. نعطف لورش: نزل به الروح الأمين. آية المولية: على قلبك لتكون من المنذرين. الآية المولية: بلسان عربي مبين. الآية المولية: وإنه لفي زبر الأولين. نعطف لورش: وإنه لفي زبر الأولين. الآية المولية: أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هذا قارون على قصر منفصل والسكون من الجمع، نعطف له بالتوسط مع السكون. أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم نعطف له بالصلة مع قصر منفصل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم نعطف لأبي جعفر مع تسهيل كلمة إسرائيل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هذا على التوسط، نعطف بالقصر. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم نعطف لقارون بتوسط المنفصل مع الصلة. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم نعطف لورش. أولم يكن لهم آية، هذا على قصر البدل، نقرأ بالتوسط. أولم يكن لهم آية، نعطف بالإشباع. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء إسرائيل. الآية المولية: ولو نزلناه على بعض الأعجمين. ثم نعطف لورش. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. الآية المولية: فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ثم نعطف لورش. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ثم نعطف لقارون. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ثم نعطف لأبي جعفر. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. الآية المولية: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. الآية المولية: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. ثم نعطف لورش. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. ثم نعطف لأبي جعفر. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. أي المولية: سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم نعطف لقارون بالسلاح. سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم نعطف لورش. سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم نعطف لأبي جعفر. سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. أي المولية: فيقولوا هل نحن منظرون. أي المولية: أفبعذابنا يستعجلون. الآية المولية: أفرأيت إن متعناهم سنين. قالوا: وانضرج معه وش في أحد وجهيه،
نعطف لقارون بالسلام. أفرأيت إن متعناهم سنين. نعطف لورش. أفرأيت إن متعناهم سنين. نعطف لأبي جعفر. أفرأيت إن متعناهم سنين. أي الولية. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. نعطف لقارون بالسلام. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. واندرج معه أبو جعفر. ثم نعطف لورش. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.